نحن اليوم في شهر اكتوبر الوردي، هذا شهر مخصص من اجل التوعيه بسرطان الثدي. طبعا سرطان الثدي هو من اكثر انواع الاورام شيوعا لدى النساء، ويؤدي الى نسبه عاليه من الوفيات من الاختلاطات التي تنعكس سلبا على حياه المريضه وحياه اسرته وعلى المجتمع كله. لذلك يجب جميع المؤسسات الصحيه ان تتعاون من اجل الحد من انتشار هذا المرض والكشف المبكر عنه. يجب على كل السيدات اجراء الفحص الذاتي الدوري من اجل كشف السرطان في بداية مراحله، وبذلك تحصل على الشفاء الكامل بإذن الله. أشكركم جميعا وأهلا وسهلا بكم في المصحة الدولية لبني ملال. عن المعرفة أنا أخبركم أنه في المصحة الدولية لبني ملال يوجد الفحص الدوري، ويوجد أطباء أكفاء من أجل إجراء الفحص مجانا، ولدى المصحة كل الإمكانيات وكل التجهيزات الضرورية من أجل التشخيص ومن أجل المعالجة والمتابعة أيضا. الحمد لله تعانينا باش مرض واعر، قلنا في القرى واعر هذه، قلنا راه صعيب راه ما غاديش نداوه، ولكن في الحمد لله دابا سنا العلاج كاين، وتعاملوا معنا الطب مزيان، وهذا الصحه ديال بني ملال، وعاونونا الدرجات، عاونونا الطباء، الحمد لله عانوا معنا مساكن، ولكن الحمد لله. تنصح شي واحد اللي يكون مريض بهذا المرض ولا يقول لك راه غادي نموت ولا راه هادي راه ما يقطعش القياس، راه كاين المعالجه مزيانه، كاين كل شيء زين تبارك الله، ما كاينش اللي يخسر لك خاطرك، ما كاينش اللي بنادم زعما دابا رجعت الزميت العادي ديالي فاش كنت بحال كنت صحيحه، دابا وليت لاباس عليا وليت مزيان والحمد لله. والحمد لله تنشكروا الدكتور اشرف اللي يتعامل معنا مزيان ووقف معانا مسكين وعانا معانا، والحمد لله على سيد ربي. وتنصح كاع شي واحد يكون مريض يجي شغال هذاك يتعالج، راه ما يقطعش القياس، وراه ان شاء الله راه عدوا العلاج ديالو، وراح نرجعنا للحاله ديالنا اللي كنا فيها طبيعي، ديال العيشه ديالنا طبيعيه الحمد لله.